نضرب انا في المغرب ولا نضرب في المريخ؟ داك الشيء يعني كنت درايك انت للمره الثانيه تطلع معنا ولا للمره الثالثه؟ اعطينا بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75؟ سبحان مبدل الاحوال، الخونة في كل مكان. بالامس كنا نشاهد هذا الشخص يقدم نشرة إخبارية في الإذاعة المغربية ويقول إن الصحراء مغربية، واليوم يقول ويطرح سؤال على بعض المواطنين المغاربة ويقول لهم بماذا هذه الصحراء الغربية مغربية. وهذا السؤال فهو موجه له هو وأمثاله الانفصاليين الخونة، ويقوم بطرحه على بعض المواطنين المغاربة. وإن كان هذا الشخص يعلم أن هذه الصحراء الغربية ليست مغربية، لماذا قام بحمل البطاقة التعريف الوطنية المغربية مكتوب عليها المملكة المغربية؟ ولماذا قبل بأن يدرس في المدارس المغربية؟ ولماذا اشتغل في الإذاعة المغربية؟ ولماذا تزوج بالمرأة المغربية؟ ولماذا بالأمس كان في النشرة الإخبارية بالإذاعة المغربية كان يقول إن الصحراء مغربية؟ هذا الشخص فهو على كل الحالتين، هذا الشخص في كل الحالتين فهو خائن، سواء بالأمس أو باليوم، والخائن يبقى خائن والمرتزق يبقى مرتزق. هذا السؤال الذي يقوم هذا الشخص بطرحه على بعض المواطنين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي ويقول لهم بماذا هذه الصحراء الغربية مغربية، فهذا السؤال موجه له هو وأمثاله الانفصاليين والمرتزقة. فعليه أن يأتي بدليل وببرهان بأن هذه الصحراء ليست مغربية. أما بالنسبة لنا نحن المغاربة، نحن في صحرائنا وفي أرضنا، موروثات أبا عن جد تاريخيا وجغرافيا وحضاريا، هو وأمثاله الانفصاليين المرتزقة. فعليهم أن يأتوا بالدليل وببرهان بأن هذه الصحراء ليست للمغاربة. عندما دخل الاستعمار الإسباني في القرن 14 إلى المناطق الجنوبية بالمملكة المغربية، لا يوجد هناك شيء اسمه جمهورية وهمية، ولا توجد هناك حتى جمهورية الجزائر التي أصبحت اليوم تدعم هذه الجمهورية الوهمية. في القرن 14 أتحدى هذا الرادي الليلي أن يأتي باسم لرئيس للجزائر في القرن 14 عندما دخلوا الإسبان إلى جنوب المملكة المغربية. لا يوجد هناك رئيس عند الجزائر عندما دخلوا الإسبان في المناطق الجنوبية بالمملكة المغربية في القرن 14، ولا يوجد هناك شيء اسمه الجمهورية الوهمية ولا الجمهورية الجزائرية. الجمهورية الجزائرية بنفسها هي التي اليوم تدعم هؤلاء المتشردين الانفصاليين المرتزقة عبر الدول الأجنبية. كانوا هذه الأرض كانت مستعمرة من طرف الأتراك، وعندما ذهبوا الأتراك باعوها للفرنسيين واستعمروا الفرنسيين 132 سنة. لا يوجد هناك شيء في القرن 14 اسمه الجمهورية الجزائرية ولا الجمهورية الوهمية. هذه القضية يسترزقون على ظهرها هؤلاء المرتزقة والانفصاليين. هذا المدعو الصحافي الإعلامي مقدم النشرات الإخبارية بالأمس كان يقول في الإذاعة المغربية في النشرة الإخبارية بأن هذه الأرض صحراء مغربية، واليوم أصبح يقول إن هذه الصحراء ليست مغربية، ويطرح سؤال على ويقوم بطرح السؤال على بعض المواطنين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي ويقول لهم بماذا هذه الصحراء الغربية مغربية. هذا السؤال موجه لك وللمرتزقة وللانفصاليين أمثالك يا أيها الرادي الليلي. هذا السؤال فهو موجه لك، إن كنت تعلم أن هذه الصحراء ليست مغربية، لماذا حملت الهوية المغربية والجنسية المغربية وبطاقة التعريف المغربية مكتوب عليها المملكة المغربية، وقام أباؤك وأجدادك بتسجيلك في مكاتب الحالة المدنية بالمملكة المغربية، وكنت في الإذاعة المغربية تقدم نشرة إخبارية وتقول إن الصحراء مغربية؟
واليوم أصبحت تقول إن الصحراء ليست مغربية، وقمت بطرح العديد من الأسئلة وتطرح هذا السؤال كل يوم على المواطنين المغاربة، تقول لهم بماذا هذه الصحراء الغربية مغربية قبل سنة 1975. قبل سنة 1975 يا الرضي الليلي لم يكن هناك شيء اسمه الجمهورية الوهمية، ولم يكن هناك شيء اسمه الجمهورية الجزائرية، لأن الفرنسيين لم يخرجوا من شمال إفريقيا إلى سنة 1962. واليوم أصبحتم ترددون وتقولون في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأرض ليست أراضي مغربية، عليكم أن تراجعوا أنفسكم.